بما اننا بنتكلم عن العيد والفرحه، فالحقيقه يعني ايه، المصريين جوه مصر وبره مصر دايما مشرفينا وناجحين في كل مجال، ويعني مليانا فخر وفرحه، وبيتنافسوا دايما في كل المجالات الرياضيه والعلميه، ودايما الحقيقه بيبقوا من الاوائل والمتفوقين في كل شيء، خصوصا لما نيجي نتكلم على فتره الصيف واحنا بنعدي بامتحانات. يمكن احنا لسه هنا في مصر امتحانات الثانويه العامه بتبتدي، لكن في الكويت الامتحانات خلصت والمصريين منورين قائمه الاوائل والمتفوقين في الكويت، والحقيقه ده يمكن كل سنه مش بس السنه دي، والنتيجه هناك ظهرت والمصريين ما شاء الله درجاتهم من اعلى الدرجات، وده وفقا لبيان وزاره التربيه الكويتية. خلينا ناخد على التليفون الطالب علي محمود السيد الأول مقرر. مساء الخير يا علي، وكل سنة وانت طيب، وألف ألف مبروك النتيجة الهائلة دي. مساء النور، الله يبارك فيك. احتفلت ازاي بالنتيجة؟ وبعدين كنت متوقع انك تطلع من الأوائل، أكيد عارف بقى مذاكر طول السنة وعارف انت بتعمل ايه. أكيد والله، الحمد لله. ما كنت منتظر النتيجة فعلا بفارغ الصبر، وكنت متوقع انه أكون من الأوائل، وكانت لحظات خوف صراحة في القبة. النتيجة طلعت الظهر تقريبا، كنا قاعدين صاحيين ومستنيين، كانت لحظات خوف، بس الحمد لله ربنا كرم في النتيجة. طبعا فرحنا كلنا وسجدنا شكر لله والحمد لله. مين بلغك بالنتيجة يا علي؟ والدي الحمد لله. احنا طبعا بنوجه له تحياتنا ولوالدتك وبنبارك لهم، وعايز أعرف طموحاتك إيه؟ ناوي تدخل كلية إيه؟ ان شاء الله هدرس طب في مصر ان شاء الله. ان شاء الله عايز تبقى دكتور، حد من الاسره دكاتره؟ اكيد، ابن عمتي دكتور واخويا بيدرس في كليه الطب، كان برضه الحمد لله من سنتين بالظبط كان اول على دوله الكويت برضه في الثانويه العامه. قدوتك يعني ما شاء الله، من اسباب الطموح ليا. الله يبارك فيك. احنا هنا في مصر لسه انت عارف الثانويه العامه بتبدا وانت من الاوائل، فما شاء الله الناس بتبقى عايز تعرف كتالوج الاوائل ده ماشي ازاي، ايامك كانت ماشيه ازاي في المذاكره وخصوصا ايام الامتحانات. هو الحاجه كله بفضل ربنا، بكرم ربنا، ودايما الاخذ بالاسباب. ازاي الاخذ بالاسباب؟ ان الانسان يجتهد ويدرس ويتوكل على الله، ودايما يبعد عن المشتتات وينظم وقته ويحصل على الدعم الكافي من الاهل، والباقي بيكون على ربنا. الانسان ما يخافش دايما ان النتيجه، طالما هو بيجتهد وبيعمل اللي عليه فالباقي بيكون على ربنا. فهي اهم حاجه ان الانسان يجتهد ويدرس ويبعد عن المشتتات وينظم وقته، بس هي دي يعني خلاصه تقريبا. انت قلت نقطه مهمه قوي، مساله دعم الاهل، ودي بتبقى نقطه مهمه ان الاهل ما يبقوش بيوتروك، بيضغطوا عليك، بيقارنوك باخوك، بيقارنوك بحد من قرايبك. ايوه اكيد، هو اهم حاجه الدعم يكون ايجابي، ما يكونش سلبي، ما يزيدش التوتر زي ما حضرتك قلتي على الطالب. يكون يعني سبيل لانه يدرس اكثر فقط، انه يدرس وينظم وقته ويكون متفائل بالامتحانات وما يتوترش. هي اكيد الامتحانات ممكن يجي فيها حاجه صعبه، ممكن يجي فيها حاجه غريبه، لكن الانسان طالما هو بيجتهد وبيعمل اللي عليه يعني ما يتوترش، وكله والباقي على ربنا زي ما قلت. علي، احلى المواد واقربهم لقلبك ايه؟ بما انك عايز تدخل طب فاعتقد انت بقى بتحب المواد العلميه. اكيد، الاحياء، الفيزياء، الكيمياء، كلها يعني مواد الانسان بيستفيد منها استفاده كبيره جدا. علي، عايز اعرف عدد ساعات مذاكرتك طول السنه قد ايه، وفي الامتحانات تحديدا عامل ازاي؟ هو عدد الساعات كرقم ممكن ما يكونش مفيد قوي، يعني هي بتختلف على حسب الشخص وشخص وشخص. عدد الساعات نفسها في ساعات بيكون فيها انتاجيه عاليه، في ساعات بتكون الانتاجيه فيها مش كبيرة، بس يعني مثلا فترة الامتحانات الموضوع ممكن يوصل مثلا 10 ساعات بس، طبعا لانها فترة ضغط 10 ساعات بانتاجية، ممكن مثلا 12 ساعة. ايام العادية مثلا ممكن يكون 5 ساعات 6 ساعات، بس زي ما قلت اهم حاجة يعني ساعة يكون فيها انتاجية ويكون فيها الواحد فايق، احسن من 3 ساعات يكون مثلا حاطط التليفون جنبه، بيقوم يتحرك كتير، يعمل حاجات شوشر عليه. بس هي الاهم حاجة الانسان يختار الوقت المناسب ليه والعوامل المناسبه ليه، زي انه يكون نايم كويس، بيشرب ميه كتير، جاهز، وان مفيش حاجه مشتته. اذا كان في حاجه مشتته بيقدر مثلا انه يتكلم مع حد جنبه يفرغ طاقته وبعدها يبدا بالمذاكره. بس هي عدد ساعات كعدد محدد يعني بتختلف من حسب شخص الاخر، بس الاهم انه الساعه نفسها يكون فيها انتاجيه كبيره والواحد يكون مركز فيها. ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق. عايز اسالك في تخصص معين في الطب عايز تتخصص فيه؟
والله لسه يعني تخصصات الطب كبيرة وواسعة بصراحة، والواحد لسه خارج من فترة الثانوية ومحتاج يبحث ويدرس كويس، بس يمكن الجراحة إن شاء الله. هتاخد نفس عميق كده إن شاء الله، ونشوفك من أشطر وأكفأ الجراحين عالمياً. علي محمود السيد، شكراً جزيلاً وألف ألف مبروك ليك ولأسرتك، ودايماً يا رب فرحانين بيكم ومشرفهم طول الوقت ومشرف مصر في الكويت. شكراً جزيلاً علي محمود السيد، الأول مقرر على الكويت. شكراً جزيلاً على وجودك معنا.